إن لم يأتي عثمان الآن فسيأتي إلى المقبرة. فرمان، أخبر جيخاتو بالأمر ليعرف أن عثمان سيأتي. ونور، جلالي، اذهبا إلى المقبرة وانشرا الرجال هناك. عثمان لن يخرج منها حيا. لا تقلق حضرة الوزير، سأدفن عثمان في تلك المقبرة. تعال يا عثمان، تعال، سأدفنك في المقبرة مع أمك التي تحبها جدا. أجل عثمان، عثمان، ما بك؟ هل كنت تظن أن ألاعيبك ستستمر أيها الوزير وعالم شاه؟ سابقا لم يكن معي سيف يا عثمان، إن قتلتني الآن ستثبت للعالم بأكمله أنك خائن حقاً. أيها الجنود، بالمكائد التي حكتها حاولت أن تجعلني قاتل السلطان، والآن تريدني أن لا أقتلك، أليس كذلك؟ تعال.
قال الله تعالى وهو يتكلم عن المنافقين أمثالك: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لا تفعل. لا تريد الموت إذن، صحيح؟ لكن في عرف عثمان لا رحمة للظالم أبدا. فلنقتل هؤلاء الآن. يا أبطال، لا تسفكوا دم الإخوة، إياكم. سيدي، لن نسفك دم الإخوة، لكنهم لا ينتهون بالضرب. حملة السيد تسعى للحق، لا يجوز الخطأ فيها أبدا. حتى لو تجمعوا فوق رؤوسنا لن نقتلهم. لكن عملنا صعب علينا بما يكفي.